كمان احنا حابين الحقيقه نوضح حاجه تتعلق ببعض ما اثير مؤخرا على وسائل الاعلام وايضا مواقع السوشيال ميديا او حسابات السوشيال ميديا. الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص لانه في سيمفونيه النادي الاهلي يعزفها عبر تاريخه بيتميز بيها، وهي فكره الحفاظ على ابنائه وعدم التخلي عن اي ابن من ابنائه الحاليين او حتى السابقين. حضراتكم متابعين انه كان في كلام يتعلق بابننا الكابتن مؤمن زكريا لاعب الفريق الاول لكره القدم خلال الايام القليله الماضيه. ولذا وجب التوضيح، لانه الحقيقه غياب المعلومات بيدي فرصه للبعض انه يجتهد. احنا بنبقى مقدرين اجتهاد البعض ومش هنفترض سوء النيه رغم ان سوء النيه وسوء القصد متوفر، لكن مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه وحرصا على مساعده مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد زي ما حضراتكم عارفين وغير مقيد في قائمه او غير مقيد في قائمه الفريق الاول حتى اللحظه، مر بظروف صحيه صعبه جدا. اولا ندعو للمولى سبحانه وتعالى يعني انه يشفيه ويتم شفائه ويعود سالما غانما معافى ويستكمل باذن الله رحلته في مجال الرياضه ورحلته الانسانيه والحياتيه مؤمن زكريا قريبا باذن الله. في بعد الموضوع لما عرض على مجلس الاداره الحقيقه تم عمل مذكره، مجلس الاداره اجتمع في 28 يناير. يعني الحقيقه انا صور القرارات والجوابات دي معايا، والزملاء في القناه مشكورين ان شاء الله، هنعرض لحضراتكم اثناء الحديث والتعليق عليها هذه الصور لانها موثقه الحقيقه وحاجات تم ارسالها للجهه الاداريه. قرار مجلس الاداره كان بخصوص الحقيقه يعني صرف مساهمه وتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا. مجلس الاداره خد قرار وتم ارسال خطاب الى الجهه الاداريه بتاريخ 30/1، يعني بعد يومين من انعقاد المجلس. الخطاب للاستاذ او الدكتور اشرف البيجرمي مدير مديريه الشباب والرياضه في القاهره، اللي رفعوا بدوره الحقيقه للسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي بنجد منه كل عون الحقيقه خصوصا في مثل هذه الحالات الانسانيه، بيطلب الموافقه على انه النادي الاهلي يصرف مساهمه بقيمه 1,200,000 جنيه على دفعتين، 600 مرحله اولى و600 مرحله ثانيه، تقريبا 100,000 جنيه في الشهر، يعني بما يعادل يعني 100,000 جنيه في الشهر، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه هذه الاموال هي اموال عامه بتخضع لرقابه صارمه من اجهزه الدوله المختلفه، وبالتالي علشان اي مليم ينفق لازم موافقه الجهه الاداريه اللي هي ممثله طبقا للقانون في وزاره الشباب والرياضه او مديريه الشباب والرياضه. دكتور اشرف صبحي الحقيقه الكابتن محمود الخطيب بعت له خطاب بتاريخ 30/1/2020 طلب فيه الموافقه على هذه المساهمه، وقال له انه اللاعب مؤمن زكريا عباس الضو لاعب الفريق الاول لكره القدم لم يعد مقيد بقائمه الفريق للاصابه بمرض نادر اثر على حركه الاعصاب واقعده عن ممارسه كره القدم، وده دخله طبعا الوحيد لاسرته ولزوجته، ربنا يحميهم جميعا. فهو كان بيامل الموافقه الكابتن محمود خطيب في هذا الخطاب على انفاق او صرف دفعه مبدئيه 600,000 جنيه للمساهمه في المرحله الاولى من العلاج ورفع العبء ولو جزئيا الحقيقه الكابتن مؤمن واسرته، خاصه انه مؤمن من اللاعبين اللي خدموا النادي الاهلي كثيرا. موافقه الدكتور اشرف صبحي وردت على طول الحقيقه بعدها باسبوع، وهذا امر مقدر، والدكتور اشرف لا يتوانى الحقيقه عن مساعده النادي الاهلي، والحقيقه الوقوف انسانيا في مثل هذا النوع من الحالات. كان في حاجات كتير قبل كده الحقيقه النادي الاهلي اتخذ فيها خطوات، لكن مثل هذه الامور ليست للاعلام. النادي الاهلي لا يمكن يتكلم عن مساعده لعامل، عن مساعده لموظف، عن مساعده لمدرب، عن مساعده للاعب، لان هو بيعتبر ان ده حق اصيل لابنائه وان ده دور وواجب عليه ليس في حاجه للاعلام. لكن لما الاعلام الحقيقه وسائل التواصل الاجتماعي بتتناول بعض الامور فبيكون مهم فكره التوضيح. كل الخطابات هنعرضها لحضراتكم وصولا الى خطاب الحقيقه المدير التنفيذي العميد محمد مرجان
الأستاذ عماد حلمي المدير المادي المالي اللي بيقول يعني بيطلب منه فيه طبقا لقرار مجلس الإدارة وطبقا لموافقة الدكتور أشرف صبحي. القرار ده في 15/2/2020، في جواب في 12/2 وجواب في 15/2 بيخطره الحقيقة هو الشؤون القانونية بهذا القرار. ثم لما وردت موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخطروا بها أيضا في خطاب لاستخراج الشيك. الشيك خرج من أكثر من شهر ونص، إحنا في نهاية شهر 3 يعني من 45 يوم، وموجود في النادي الأهلي المفترض أن مؤمن يجي يتسلم. كل الخطابات معروضة مع حضراتكم على الشاشة، والحقيقة ده موضوع كان مهم نضع جمهور النادي الأهلي وكل أعضائه وكل المهتمين به. وبالمناسبة قرار مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود خطيب الحقيقة طلب مني شخصيا التأكيد على هذا المعنى، أنه لن يتخلى عن مؤمن أو أي من أبناء النادي الأهلي، وأنه 1,200,000 جنيه لو مش هيكفوا العلاج مجلس الإدارة سيقر مبلغ آخر حتى لو تضاعف مرات ومرات بموافقة الجهة الإدارية بالطبع لمؤمن حتى يتجاوز هذه المحنة إن شاء الله ويعود سالما غانما.